بالنسبه لكابتن ابو تريكه، كابتن ابو تريكه وهو بيبطل، ده حاجه برضو مش عارف قلتها قبل كده ولا لا، وهو بيبطل بعد كاس العالم للانديه واحنا مروحين، وسعد سمير وحسام عاشور يعني موجودين يتسالوا السؤال ده، لو يعني لو حد بيفكر في حاجه يعني، واحنا في العربيه واحنا في الاتوبيس بتاع المطار، عارف تركب اتوبيس في المطار عشان تروح تاخد الشنط وكده. اوكي. كابتن ابو تريكه قال لي تريزيجيه ما تخليش حد ياخد 22 غيرك. ياه. والله. والله ده شهاده، شهاده بينه وبين ربنا. قال لي ما حدش ياخد 22 غيرك. وقال للعمال بتوع النادي 22 ما ياخدهاش غير تريزيجيه، فانا ما رضيتش اخدها. ليه؟ قلت له لا، قلت له انت اسطوره، انت ما ينفعش حد ياخد رقمك، خد رقمك ده ما حدش ياخده. كده كده حد خده يعني، بس انا قلت لا، قلت بلاش. تقيله، حسيت ان هو تقيل عليك مثلا؟ حسيت ان هي تقيله والناس هتقارني بيه، وانا لسه ببتدي يعني، انا هيبقى الموضوع صعب.